أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ثم أما بعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد. وبلغنا قول المصنف رحمه الله: فصل الخامس من الأصول المختلف فيها الاستصلاح، في صفحة 424. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: فصل الخامس من الأصول المختلف فيها الاستصلاح، وهو اتباع المصلحة، فهي إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فهي قياس، أو شهد الشرع ببطلانها كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو كالملك نعم كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو، إذ هو تغيير للشرع. وإن لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا اعتبار، فهي إما تحسين كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة، أو حاج أي في رتبة الحاجة كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته، أو ضروري وهو ما عرف التفات الشرع إليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية، والعقل بحد المسكر والعقل بحد المسكر، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض لحد الزنا والقذف، والمال بقطع السرقة ولا يصح التمسك بالأولين وهما التحسين والحاجي من غير أصل. وفي التمسك بالثالث خلاف الأكثر على أنه ليس بحجة، خلافا لمالك وبعض الشافعية وغيرهم، والله أعلم. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: فصل الخامس من الأصول، أي من الأدلة، المختلف فيها الاستصلاح، وهو ما يسمى بالمصلحة، العمل بالمصلحة، أي المصلحة المرسلة، على ما سيأتي من تحرير المصنف رحمه الله. قال: وهو اتباع المصلحة، يعني طلب المصلحة واتباعها، أن يطلب المجتهد المصلحة ويتبعها، أن يعمل بها، على التفصيل الذي سوف يأتي إن شاء الله. قال: فهي إن شهد الشرع باعتبارها، هذا شروع في أقسام المصالح. فالقسم الأول هو ما يسمى بالمصلحة المعتبرة، المصلحة المعتبرة. فقال: إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فهي قياس، يعني والقياس يجب العمل به. إذن المصلحة التي شهد الشرع باعتبارها تكون حجة ويعمل بها المجتهد. قال: كاقتباس الحكم، أي أخذ الحكم المنطوق به في النص لمسكوت عنه، اقتباسه من الدليل الشرعي، وهذا الدليل الشرعي معقول المعنى، أي للعقل مدخل في معرفة علية الحكم، هذا معنى كلامه. إذن مثل اقتباس الحكم، أخذ الحكم الشرعي المنطوق به، اقتباسه من ماذا؟ من نص شرعي معقول، أي ليس تعبديا محضا، لا يمكن للمجتهدين أن يعرفوا علته.
بل تعرف العقول الراجحة أن هذا الحكم ما شرع إلا لتحقيق مصلحة للخلق. مثال ذلك قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر، الآية، إلى أن قال: فاجتنبوه، والأحاديث الواردة في تحريم الخمر، فإن المجتهدين وغير المجتهدين يعقلون أن هذا الحكم ما شرع وهو تحريم شرب الخمر إلا لتحقيق مصلحة حفظ العقل، لأن هذا المشروب المحرم مسكر يغير العقل، فينقل هذا الحكم إلى غير المنصوص كالنبيذ ونحوه من المخدرات وغيرها التي تغير عقول العقلاء. ولما يصنع المجتهد هذا؟ لتحقيق مصلحة. ما هي المصلحة؟ حفظ العقول. وإذا قرأ المجتهدون قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف، فإن الحكم المذكور في النص معقول المعنى، أي يعرف المجتهدون وغيرهم أنه ما شرع إلا لمعنى وليس تعبديا محضا لا مدخل للعقول فيه. وهذا المعنى هو الإيذاء، إيذاء الوالدين بالتأفف من كلامهما. وحينئذ ينقل المجتهد هذا الحكم إلى مسألة مسكوت عنها كالسب والشتم ونحوهما من الضرب والإخراج من البيت والحبس وغير ذلك من صور الإيذاء. فلهذا قال المصنفون رحمه الله: فهي قياس، يعني فهذه المصلحة في الحقيقة أن العمل بها هو العمل بالقياس، والعلة في ذلك القياس ثبت بالمناسبة. هذا هو النوع الأول، وهي المصلحة المعتبرة. ثم أتى بأو التي تفيد التقسيم والتنويع، فقال: أو شهد الشرع، شروع في القسم الثاني من أقسام المصالح، وهو المصلحة الملغاة، وهي عكس السابقة، عكس القسم السابق. فقال: أو شهد الشرع ببطلانها، إذن هي المصلحة التي تعارض النصوص الشرعية والقواعد الشرعية، فهي إذن مصلحة ملغية غير معتبرة، شهد الشرع ببطلانها لمعارضتها النصوص، فإن أحكام الله ما شرعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل. فإذا توهمت العقول مصلحة ثم وجدنا أن هذه المصلحة تعارض النصوص الشرعية، عرفنا بهذه المعارضة أنها مصلحة ملغة غير معتبرة، فإن الله أحكم الحاكمين. قال: كتعيين الصوم، مثل على هذه المصلحة، قال: كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه. وهو يشير بهذا إلى قصة الإمام يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله، وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، فإنه حين خرج إلى الأندلس ووجد أن الملك الأموي في دولة بني أمية في الأندلس، واسمه عبد الرحمن بن الحكم، وجده كثير الانتهاك لحرمة الشهر الفضيل في رمضان، يجامع أهله أو بعضا من إمائه وينتهك حرمة رمضان، وإذا سأل المفتين أفتوه بأن عليه ماذا؟ عتق رقبة. فكان هذا أسهل شيء عليه، لأنه يملك العدد الكثير من العبيد والإماء. فلما سأل يحيى بن يحيى هذا، سأله عبد الرحمن بن الحكم، قال: عليك صيام شهرين متتابعين. وأراد بهذه الفتوى أن يزجره عن انتهاك حرمة رمضان،
وظن أن هذه مصلحة، غير أن هذه المصلحة مصلحة ملغاة لأنها تصادم النص الشرعي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي نص على العتق أولا، ولم يجوز الانتقال عن العتق إلا إذا عجز عنه، وحينئذ تعتبر مصلحة ملغاة. ولهذا قال فلغو، يعني فهذا المعنى وهو المصلحة تكون لغوا أي غير معتبرة. قال إذ هو تغيير للشرع، يعني لأنه ينبني على العمل بتلك المصلحة ترك الحكم الشرعي المنصوص عليه. ومن أحسن من الله حكما؟ حكم الله هو الأحسن قطعا، وحينئذ لا اعتبار بمصلحة تخالف النص. قال وإن لم يشهد لها، هذا شروع في القسم الثالث الأخير من أقسام المصالح، وهو ما يسمى بالمصلحة المرسلة التي هي في منزلة بين منزلتي المصلحة المعتبرة والمصلحة الملغاة. لأن المصلحة المرسلة هي مصلحة لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولم يشهد لها بالإلغاء، فلهذا سميت مرسلة من الإرسال وهو الإطلاق. قال وإن لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا اعتبار فهي إما تحسيني إلى آخره، يعني تقدير الكلام فهي التي تسمى بالمصلحة المرسلة وهي التي عقد لها هذا الفصل، يعني هي المقصودة بالبحث. ثم قال فهي إما شروع في تقسيمها، يعني فهي المصلحة المرسلة، وحينئذ هي ثلاثة أنواع: تحسيني وحاجي وضروري، مقصد تحسيني ومقصد حاجي ومقصد ضروري، وإن شئت قلت مصلحة تحسينية ومصلحة حاجية ومصلحة ضرورية. قال فهي إما تحسيني، وعرفوا التحسين بأنه الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب ما تأنفه العقول الراجحات، وهو أدنى الأنواع، أدنى الأنواع الثلاثة: الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب ما تأنفه العقول الراجحات. قال كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها، يعني مثال هذا منع المرأة أن تتولى عقد النكاح، فلا بد من رجل يتولى عقد نكاحها، الأب ونحوه. فيقال لما؟ وقال المشعر بما يليق بالمروءة، يعني أن الشرع لو أوكل لها عقد النكاح لنفسها فإن فيه يعني إشعار، فإن فيه إشعارا بتوقانها للرجال، ومثل هذا يأنفه الناس، يأنف منه، فما يليق بالمرأة، وحينئذ يتولى عقد نكاحها الرجل. قال أو حاجي، شروع في النوع الثاني الذي هو أعلى رتبة من التحسيني، والحاجي هو ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ودفع الحرج عن الناس، أمر يحتاج إليه، يفتقر إليه الناس من حيث التوسعة على الخلق ودفع الحرج عنه، بمعنى أنه إذا لم يراعى وقع الناس في حرج، إلا أن هذا الحرج لا يؤدي إلى الهلاك أو ضياع الدين، فهو أعلى من الذي قبله وهو التحسيني، لكنه أدنى من الذي بعده وهو الضروري. قال
أي في رتبة الحاجة، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته. يعني مثاله اشتراط الولي في تزويج المرأة الصغيرة التي دون البلوغ. لماذا؟ قال حتى يعني فيه حاجة تقييد الكفء، يقصد تحصيل الكفء للمرأة، خيفة فواته لأنه قد لا يتيسر لها بعد ذلك غيره من الأكفاء. قال أو ضروري، هذا هو النوع الثالث وهو أعلى المراتب الثلاثة وأهمها. والضروري يعرف بأنه ما عني به الشارع لكون فقده يفضي إلى اختلال الحياة الدينية أو الدنيوية. ما عني به الشارع لكون فقده يفضي إلى اختلال الحياة الدينية أو الدنيوية. قال وهو ما عرف التفات الشرع إليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية. إذن حفظ الدين لا شك أنه مقصد ضروري، ومن صور حفظ الشرع للدين أن أوجب قتل المرتد، من بدل دينه فاقتلوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومنه قتل الداعية، ويقصد بالداعية يعني المبتدع بدعة مكفرة ويكون داعية إليها، لا يسكت بل شره متعدي إلى الخلق، فيحفظ الدين بقتله صيانة للدين، لأن إبقاءه يكون فيه ضرر على الدين. قال والعقل بحد المسكر، يعني ومن صور المصلحة الضرورية حفظ العقل، ومن ذلك تحريم شرب الخمر ونحوه وإيجاب الحد بشرب المسكر. قال والنفس بالقصاص، حفظ النفس مقصد ضروري، ولهذا أوجب الشرع القصاص وأوجب الحدود فيما دون النفس. قال والنسب والعرض بحد الزنا والقذف، يبدو أن الكلمة بالباء، بحد الزنا وليس لحد. إذن حفظ النسب أيضاً والعرض، فأوجب الله سبحانه وتعالى على القاذفين الحد 80 جلدة، وأوجب الحد في الزنا بالرجم إن كان محصناً أو بالجلد والتغريب إن كان غير محصن، وكل هذا لتحقيق مصلحة حفظ الأعراض والأنساب. قال والمال بقطع السرقة بفتح السين وفتح الراء، وهو جمع سارق، لأن سارق مفرد وجمعها يكون على سارقين وسراق وسرقة، كله صحيح في لغة العرب. وأيضاً حفظ المال يكون بتحريم الاعتداء عليه، وأيضاً بقطع السارق يد السارق، وأيضاً بالحجر على السفيه ونحوه كالمجنون، وغير ذلك من الأحكام التي حفظت المال وغيره مما سبق ذكره. ثم قال المصنف رحمه الله ولا يصح التمسك بالأولين، ويقصد بالأولين كما صرح به هنا التحسين والحاج، لكنه قيده فقال من غير أصل، يعني من غير أصل يشهد له، يقصد لا بد من دليل آخر يؤيده، فكأنه هو في نفسه لا يصح بناء الحكم عليه. لما؟ لأنه وضع للشرع بالرأي، وعقول المجتهدين مهما حسنت شيئا فلا يكفي مجرد الاستحسان بالعقل أن هذا مصلحة للناس، وإنما لا بد من دليل يشهد بذلك، وإلا لما احتاج الناس إلى بعثة الرسل، فإن لهم عقولا
والله سبحانه وتعالى ميز جنس الإنسان عن سائر الحيوان بالعقل وكرمه به، فالعقول الراجحات قد تعرف مصالحها، ومع ذلك فلم يوكل الخلق إلى ما تحسنه عقولهم، بل بعث إليهم الرسل. قال: وفي التمسك بالثالث خلاف. وفي التمسك بالثالث وهو الضروري خلاف بين العلماء. قال: الأكثر على أنه ليس بحجة، هكذا قيل، وبعضهم يعكس يجعل مذهب الأكثرين هو القول بالمصلحة، وإلا هما ذكره المصنف رحمه الله يوافق كثيرا من كتب الأصول أن الأكثرين ينفون حجية المصلحة المرسلة. قال: خلافا لمالك وبعض الشافعية وغيرهم، هذا المذهب الثاني الذي احتج بالمصلحة، وهو مذهب معروف عند المالكية، وأيضا قال به بعض الشافعية، وقال به أكثر الحنفية. والصحيح أن المصلحة معتبرة في المذاهب الأربعة، والله أعلم، أن الأكثرين على العمل بالمصلحة المرسلة، لكن منهم من ضيق ومنهم من وسع، منهم من توسع ومنهم من ضيق، لكن في الجملة أكثر العلماء على العمل بالمصلحة، وليس مالكا وحده رحمه الله. من الأمثلة الأخرى على العمل بالمصالح قتل الجماعة بالواحد، فإن الآية جاءت: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فإذا اشترك مجموعة من الناس في قتل إنسان واحد فإنهم يقتلون جميعا به، مع أنه قتل للأنفس بالنفس وليس نفسا بنفس. وقد فعل هذا عمر رضي الله عنه أيام خلافته حين اشترك 7 من أهل صنعاء في قتل رجل واحد فقتلهم كلهم، قتلهم كلهم به. ومنها تطليق القاضي للمولي إذا أبى الفيئة أو أبى الطلاق، فإنه فيه تحقيق مصلحة للمرأة، ما تبقى معلقة. ومنه حبس من قويت الشبهة، قويت فيه الشبهة في الجناية، يحبس حتى يتبين أنه هو أو غيره، فإن هذا من المصالح. وقد حصل نحو هذه المسألة، ليس أن عين المسألة وإنما نحوها، في أيام خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، حين قتل هدبة بن خشرم الشاعر المعروف، قتل رجلا ثم فر هاربا، فأرسل والي المدينة إلى الخليفة معاوية رضي الله عنه يسأله، فأمره أن يحبس ناسا من أهله، من أهل القاتل، لأن معاوية رضي الله عنه يعرف أن للعرب من الصفات الحسنة الشيء الكثير، ومنها الإباء، ما يقبلون الضيم على قومهم، فكيف بقرابتهم؟ فقام والي المدينة وحبس بعضا من بني عم القاتل، فلما سمع هدبة وهو القاتل سمع بهذا رجع عاد وأسلم نفسه للوالي. فهذه مصلحة مرسلة، والمصالح كثيرة المرسلة. يعني اليوم مثلا الفحص الطبي قبل الزواج، أليس فيه تحقيق مصلحة؟ فيه تحقيق مصلحة، وهي مصلحة مرسلة، والأمثلة كما قلنا كثيرة. قال المصنف رحمه الله: الاجتهاد وله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع، فهو لغة بذل الجهد في فعل شاق، وهو شرعا بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. وللمجتهد شروط ذكرها أصحابنا وغيرهم. قالوا: من شرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، وهي الأصول المتقدمة، وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية، فالواجب عليه معرفته من الكتاب وهو القرآن، معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهي قدر 500 آية، بحيث يمكنه استحضارها، اختاره الأكثر. وقيل يشترط فيه حفظ جميع القرآن، ذكره ابن عقيل في الواضح قول كثير من العلماء.
والواجب عليه من الحديث معرفة صحة الحديث، إما اجتهاداً كعلمه بصحة مخرجه ومخرجه وعدالة رواته، أو تقليداً كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته كالبخاري ومسلم، ومعرفة الناسخ والمنسوخ منهما أي من الكتاب والسنة، وأن يعرف من الإجماع ما تقدم فيه أي في هذا الكتاب، وأن يعرف من علم النحو وعلم اللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة من معرفة نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد، فيلزمه أن يعرف كل هذا، ولا يلزمه معرفة تفاريع الفقه من معرفة الأحكام الشرعية الفرعية الخالية عن الأدلة، ولا معرفة علم الكلام وهو علم التوحيد، ولا يشترط في المجتهد عدالته في اجتهاده لعدم تعلقها به، بل تشترط عدالته في قبول فتياه وخبره لقوله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أحسنت. قال فصل، وهذا الفصل عقده لمباحث الاجتهاد، فقال: الاجتهاد له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع كما هي العادة في المصطلحات الشرعية، فهو لغة بذل الجهد في فعل شاق، هذا معنى الاجتهاد، أن يبذل جهده وطاقته في أمر شاق، فلهذا يقال، تقول العرب: اجتهد فلان في حمل صخرة، ولا تقول: اجتهد في حمل حبة بر مثلاً وكذا، ما يقال اجتهد، ليس هذا لغة العرب، لأن الاجتهاد إنما يكون في فعل يشق على الناس. والجهد أو الجهد بضم الجيم، الجهد أو بفتحها الجهد، اختلف العلماء فيه، فقيل هما بمعنى واحد، الجهد والجهد معناهما واحد، وحينئذ لك أن تقول بذل الجهد أو تقول بذل الجهد في تعريف الاجتهاد لغة. وقيل إن بينهما فرقا، فبالضم الجهد هو الطاقة والوسع، ومنه قوله تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني طاقتهم ووسعهم. وأما بالفتح فمعناه التعب والمشقة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بدء الوحي حين أتاه جبريل في الغار، ماذا قال؟ قال: فغطني، يعني ضمني، حتى بلغ مني الجهد، بفتح الجيم، يعني التعب والمشقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وهو شرعاً بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، يعني أن يبذل العالم الفقيه جهده ليتعرف على الحكم الشرعي من النصوص. ولو زاد المصنف رحمه الله في آخر التعريف الحكم الشرعي وما يتعلق به لكان أحسن، لا نقول لكان واجباً، لكن لكان أحسن، لأن المجتهد قد يبذل جهده ليس في الحكم فقط، بل يعرف العلة، مثلاً علة الحكم، وإن كانت العلة هي حكم في الحقيقة، حكم وضعي، وقد يبذل جهده في تصحيح حديث هو العمدة في الباب لمعرفة صحة الحديث أو ضعفه، وقد يبذل جهده في وسيلة التعرف الحكم، كأن يبحث شيئاً في لغة العرب يقوم على هذا اللفظ، معرفة معنى النص والحكم المستفاد منه، وغير ذلك من
صور الاجتهاد، وأيضاً أن هذا الاجتهاد لا بد أن يقيد، لأن هذا البذل الجهد هذا لا بد أن يقيد بأنه من تعرف الحكم من أدلته التفصيلية، تعرف الأحكام من أدلتها التفصيلية. وبعضهم أتى بهذا القيد في التعريف ليحترز به عن ماذا؟ عن بحث المقلد، فإن المقلد كأتباع المذاهب، أهل المذاهب من المقلدين والباحثين الذين لم يصلوا إلى رتبة الاجتهاد، إنهم يبذلون جهداً في التعرف على الحكم الذي قضى به إمام المذهب، فلا يسمى هذا اجتهاداً في الاصطلاح، مع أنهم يريدون تعرف الحكم لكن لا يتعرفونه من الأدلة، وإنما من الأقوال والروايات المروية عن الإمام وأصحابه. وأيضاً كلمة الجهد لو أن المصنف رحمه الله غيرها بالوسع لكان أحسن فراراً من الدور، إذ لا يقال الاجتهاد بذل الجهد، فإن الجهد من الاجتهاد فيكون دوراً. وعلى كل فمعنى الاجتهاد صار واضحاً بهذا التقرير، وبه عرفنا الفرق بين المجتهد وبين المقلد. فالمجتهد يأخذ الأحكام من الأدلة، والمقلد يأخذ الأحكام من المجتهد، من المجتهدين، إما بالنظر في كتبهم وإما بسؤالهم إن كانوا أحياء. حكم الاجتهاد، الاجتهاد هو في الأصل فرض كفاية، يعني واجب على المسلمين على الكفاية، إذا قام به بعض تحصل بهم الكفاية سقط الإثم عن البقية، لكنه فرض عين على أعيان المجتهدين، لأن الواجب في حق المجتهد هو أن يبذل اجتهاده، ولا يجوز له التقليد، لا يجوز له شرعا التقليد، فصار فرض عين في حقه، إلا في أحوال قليلة جدا جوزوا فيها للمجتهد التقليد، وهما إذا تضيق الوقت مثلاً واضطر إلى التقليد، أو أوقعه في حرج عظيم. قال: وللمجتهد شروط. بعد أن عرف الاجتهاد شرع في ذكر الشروط المجتهد، الشروط التي يجب أن تتوافر في المسلم حتى يقال عنه إنه مجتهد، وإذا صار مجتهداً فصار الحكم في حقه وجوب بذل الوسع بنفسه في استخراج الأحكام من الأدلة، وحرم عليه التقليد. وإن لم تتوفر فيه الشروط قلنا له أنت مقلد ولست مجتهداً، ومعناه أنه يحرم في حقك الاجتهاد واستخراج الأحكام من النصوص، ويجب عليك التقليد وسؤال أهل العلم. فقال: وللمجتهد شروط ذكرها أصحابنا وغيرهم. قالوا: من شرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، وهي الأصول المتقدمة، وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية. وهذا الشرط في الحقيقة شرط كلي يتفرع منه كل الشروط الآتية، كل ما يذكر من شروط راجع إلى هذا الشرط، لأن المجتهد إنما يتعامل مع النصوص مع الدليل، فهو ينطلق دائما من الدليل. ولهذا قال: إحاطته، أي معرفته بمدارك الأحكام، وهي الأصول الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخر الأدلة، وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية، وسوف يأتي إن شاء الله معنى الكمية والكيفية. الكمية يقصد أن يحيط بأحد النصوص، فإذا قلنا إن آيات الأحكام 500 لابد أن يحفظها كلها، والأحاديث يحفظ أحاديث الأحكام، هذا معنى الكمية. الكيفية يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره. قال: فالواجب عليه، الفاء فاء التفصيل، لأن هذا الذي سبق إجمال ويليه تفصيل، فأتى بالفاء المناسبة التي تناسب هذا المعنى. قال: فالواجب عليه، وهذا تفسير للكمية،
فالواجب عليه معرفته من الكتاب وهو القرآن العظيم، معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهو ما يسمى اليوم بآيات الأحكام، والمراد الأحكام الشرعية لا شك. ثم قال: وهي قدر 500 آية، بحيث يمكنه استحضارها يعني عند الحاجة. وقوله 500 آية هذا على قول اشتهر في كتب أهل العلم، وإلا في الحقيقة أنه لا دليل عليه، لا دليل على انحصار آيات الأحكام في 500 آية. ولهذا وقع النزاع من قديم، فقيل بأنها أقل وقيل أكثر. قال: اختاره الأكثر، يعني هكذا ظن المجتهد، ظن المصنف رحمه الله تبع لغيره أنه قول الأكثر، والذي يظهر والله أعلم أن قول الأكثرين على خلاف هذا، وأنها ليست 500 وليست محصورة بعدد معين، لأنه قد يوجد في آيات القصص وآيات الوعد والوعيد وغير ذلك يوجد فيها أحكام، يؤخذ منها أحكام. قال: وقيل يشترط فيه حفظ جميع القرآن، وهذا القول الثاني أظهر والله أعلم أنه يشترط حفظ القرآن، لما قلنا إنه لا يكاد يوجد آية إلا وفيها حكم، حتى لو كانت في الوعد والوعيد أو القصص والأخبار أو غير ذلك. قال: ذكره ابن عقيل، أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي، ذكره في الواضح قول كثير من العلماء. نعم، هو قول كثير، ولا يبعد أن يكون قول أكثر العلماء، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال: والواجب عليه من الحديث معرفة صحة الحديث، إما اجتهاداً أو تقليداً، يعني من الشروط المعتبرة للمجتهد أن يكون قادراً على معرفة صحة الأحاديث وضعفها، إما اجتهاداً يكون هو بنفسه يكون ماهراً في علم مصطلح الحديث، أصول الحديث، ويكون قد بحث بنفسه عن صحة الحديث، وهذا معنى قوله اجتهاداً. قال: كعلمه بصحة مخرجه، الراوي الذي خرج عنه هذا الحديث، وقيل هو طريق الحديث، المخرج يعني قيل الراوي الذي اشتهر برواية الحديث أو الذي عليه مدار الإسناد، وقيل إن مخرج الحديث معناها طريق الحديث، الطريق السند، وهذا الثاني أظهر والله أعلم في أن يكون هو مراد المصنف بصحة مخرجه وعدالة رواته. قال: أو تقليداً كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته كالبخاري ومسلم. فحينئذ لا يلزم المجتهد إذا بحث في نص شرعي مخرج في الصحيحين أو أحدهما، لا يلزمه أن يبحث هو بنفسه عن صحة الحديث مرة ثانية بعد أن فحصها الأئمة وارتضوا قبول أحاديث الصحيحين، يأتي هو من جديد يبحث، ما يلزم هذا، إلا لو فرض أنه استراب فيه، لو فرض هذا، أو أن للعلماء فيه كلاما، حينئذ يبحث، أما ما عدا ذلك فيكفيه التقليد ولا يضره، لأن الإجماع حجة، والأمة قد أجمعت على صحة ما في الصحيحين في الجملة. قال: ومعرفة الناسخ والمنسوخ منهما، أي من الكتاب والسنة. وإنما اشترطوا هذا الشرط حتى لا يأتي المجتهد إلى نص منسوخ قد انتهى العمل به في الشرع، ويأتي ويظل يستنبط منه ويأخذ الأحكام ويفتي الناس على وفقه، وحتى لا يأتي إلى نص محكم فيدعي فيه النسخ ويترك العمل به. فإذا لابد من هذا الشرط، أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث.
قال: وأن يعرف من الإجماع ما تقدم فيه، أي في هذا الكتاب، يعني أن يعرف في الإجماع ما سبق من مسائله التأصيلية، قواعده الأصولية التي سبق ذكرها في مباحث الإجماع، فيعرف أنواعه وأحكامه وشروطه وما يعتبر منه وما لا يعتبر وما هو قطعي وما هو ظني إلى غير ذلك. وبعضهم يضيف إلى هذا أن يعرف الإجماع في آحاد المسائل الشرعية، وهذا شرط صحيح والله أعلم، يعني أن يعرف المسائل التي أجمع عليها علماء الأمة، حتى لا يأتي إلى مسألة مجمع عليها يحرم فيها الاجتهاد والمخالفة فيأتي وينظر ويخالف بطريق الاجتهاد، حينئذ لا يجوز له، والذي أوقعه في الخطأ هو عدم معرفته بالإجماع. إذن لا بد أن يعرف مسائل الإجماع، كما يجب عليه أن يعرف مسائل الخلاف. وقد كان الأئمة السلف من قديم كانوا ينصون على هذا ويمنعون الفتوى، يمنعون الفتوى عمن لم يحط علما بخلاف العلماء. قال: وأن يعرف من علم النحو وعلم اللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة، يعني يعرف من علوم العربية نحوا وصرفا وبلاغة ومتنا، علم اللغة، علم متن اللغة، يعرف ما يحتاجه في فهم النصوص الشرعية، فيعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والتأكيد والترادف والاشتراك والإتباع وغير ذلك مما يحتاجه كالحقيقة والمجاز وغير ذلك من أساليب الخطاب. قال: فيلزمه أن يعرف كل هذا. هذا إجمال بعد تفصيل، يعني بعد هذا التفصيل قال: فيلزمه جميع ذلك كله وليس بعضه. قال: ولا يلزمه معرفة تفاريع الفقه. تفاريع الفقه يعني آحاد المسائل، لا يلزمه هذا، يعني لا يلزمه أن يحفظ نفس المسائل، لأنها إنما تتولد بالاجتهاد، فهي فرع عن الاجتهاد، يكون مجتهدا ثم يفرع الأحكام. ولأن مالك رحمه الله سئل مرة في مجلس الفتوى عن 40 مسألة فأجاب في 4، أجاب عن 4 وقال في 36 لا أعلم، وهذا من ورعه رحمه الله. ومع هذا فلا نقول إن مالكا ليس بمجتهد، بل هو من كبار الأئمة المجتهدين. طيب، ولما وهو يقول في الأكثر لا أعلم؟ فنقول: لأنه لا يعلم في تلك اللحظة، لكنه لو رجع ونظر في النصوص سوف يعلم إن شاء الله، لأنه عنده المالكة، عنده الآلة، حصل الشروط. وهذا هو الفرق بين المجتهد والمقلد، أن المجتهد حتى لو لم يعرف الحكم في المسألة إذا نظر في الدليل عرف الحكم، وأما المقلد فمهما نظر في الدليل لن يعرف الحكم، بل لا بد أن يسأل. على أن حفظ المسائل ومعرفتها كلها فيه تكليف بما لا يطاق، لأنها لا حصر لها، فلو اشترط حفظ كل المسائل لما وجد مجتهد. من يستطيع أن يعرف كل شيء يحفظ كل المسائل؟ ما يستطيع. ولهذا أثر علي بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الذي يفتي في كل مسألة لمجنون، يعني ما يصح أنه يفتي دائما، لا بد أن يقول تارة أعلم، وإذا لم يعلم يقول لا أعلم. قال: ولا يلزمه معرفة تفاريع الفقه من معرفة الأحكام الشرعية الفرعية الخالية عن الأدلة. لكن بعض العلماء قال بأقوال أخرى بعد أن نفى
اشتراط حفظ جميع المسائل، فقال أن يحفظ جملة غالبة منها، وبعضهم قال لا، أن يعرف المنصوص من هذه الأحكام وتكون عنده القدرة على معرفة الاجتهاد منها، وبعضهم قال لا، أن يعرف القطعي من هذه الأحكام وتكون عنده القدرة على معرفة الظني. فهذه أقوال متعددة في المسألة. قال ولا معرفة علم الكلام، يعني ولا يشترط في المجتهد أن يعرف علم التوحيد، علم العقيدة، أصول الدين، لأنه لا يتوقف على هذا العلم معرفة أحكام البيع والنكاح والصلاة والصوم وغير ذلك، لا يتوقف عليه هذا. قال ولا يشترط في المجتهد عدالته في اجتهاده. نعم، ما أسمع. طيب جزاك الله خير. صحيح أن الأحكام الشرعية كلها الفقهية والعقدية كلها ترجع إلى قواعد أصولية، والاجتهاد كما يكون في الفروع يكون في الأصول، أصول الدين، فلهذا يطبق على أحكام العقيدة ما قلناه في أحكام الفروع، بأن تكون عنده الآلة لمعرفة هذه الأحكام من الأدلة، وأن يعرف جملة صالحة منها، لا أن يعرض عن علم العقيدة بالكلية، فإن هذا لا يتصور معه أن يكون مجتهدا. ومن حصل آلة الاجتهاد فشيء طبيعي أنه يعرف الحكم سواء كان فقهيا أو عقديا. نعم. قال ولا يشترط في المجتهد عدالته في اجتهاده. ثم قال بعد ذلك لا في فتياه وخبره، يعني المجتهد لا تشترط عدالته في نفس الاجتهاد حين يعمل لنفسه هو، لأنه قد يحصل الآلة، يجمع الشروط فيكون مؤهلا للاجتهاد وهو غير عدل، هذا يتصور، ليس ممنوعا هذا، وحينئذ يمكنه الاجتهاد، بل يجب عليه أن يجتهد ويعرف الحكم بنفسه، لكن للعمل، لعمله هو. أما الفتوى فهي إخبار عن الحكم، وشرط صحة الخبر أن يكون ناقله عدلا، فلهذا المجتهد الفاسق لا تصح فتواه، لكن يصح اجتهاده لنفسه هو. قال بل تشترط عدالته في قبول فتياه وخبره كشهادته، يعني إذا شهد فلا بد أن يكون عدلا، والفتوى كذلك كما قلنا، لقول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأوجب التبين، وهذا يفهم منه أنه لا يؤخذ بخبره، ويفهم منه أيضا أن العدل يؤخذ بخبره. نعم. قال رحمه الله ويتجزأ الاجتهاد عند أكثر أصحابنا وغيرهم، فيجوز أن يكون مجتهدا في باب أو حكم، وقيل لا يتجزأ لأن شرط الاجتهاد هنا خطأ، لأن شرط الاجتهاد الإحاطة بمدارك الأحكام، وقيل يتجزأ في باب لا في مسألة، ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه السلام عقلا على الأصح اختاره أكثر أصحابنا وغيرهم خلافا لأبي الخطاب، وفي جوازه شرعا خلاف، قيل يجوز لفعل عمار وخالد، وقيل لا يجوز بل المرجع إليه وليس لأحد، وقيل يجوز بإذنه، وقيل يجوز لمن بعد. أحسنت. قال ويتجزأ الاجتهاد، هذا شروع في مسألة
جديدة وهي مسألة تجزؤ الاجتهاد، بمعنى هل يمكن أن يكون الرجل مجتهداً في بعض أبواب العلم دون بعض، أو في بعض المسائل دون بعض، فيجتمع فيه الوصفان أنه مجتهد وأنه مقلد، ففي المسائل التي عرفها وفهمها يكون مجتهداً، وفي المسائل الأخرى يكون مقلداً يسأل أهل العلم، هل يمكن أن يجتمع الوصفان فيه أو لا يمكن؟ فلا يكون الإنسان إلا مجتهداً أو مقلداً فقط، يعني مجتهداً محضاً أو مقلداً محضاً، خلاف بين العلماء. فقال: ويتجزأ الاجتهاد عند أكثر أصحابنا وغيرهم. نعم، هو مذهب أكثر العلماء، مذهب جمهور العلماء أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد. قال: فيجوز أن يكون مجتهداً في باب أو حكم، يعني في باب واحد أو في حكم واحد أو مجموعة أحكام أو مجموعة أبواب، لأنه يتصور أن المجتهد يعلم أدلة مسألة معينة ويخفى عليه أدلة مسألة أخرى مما لا علاقة له بالمسألة التي يريد معرفة حكمها، فإن هذا متصور، فيمكن أن يكون مجتهداً مفتياً في باب العبادات، لكن في باب البيوع والمعاملات المالية لا يعرف، هو كغيره يسأل، فهذا ممكن. وقيل هذا القول الثاني، وهو قول لبعض الحنفية واختاره الشوكاني رحمه الله، وقيل لا يتجزأ، يعني منعوه بالكلية، يعني لا يمكن أن يتجزأ، بمعنى أنه إذا صار مجتهداً فهو مجتهد محض في كل مسائل العلم، وإذا كان مقلداً فهو كذلك يكون مقلداً محضاً في كل مسائل العلم. وطبعاً هم حجروا بهذا واسعاً، قالوا: لأن شرط الاجتهاد الإحاطة بمدارك الأحكام، ولهذا قيل: الشرع كله كالكلمة الواحدة، أو قالوا: أدلة الشرع كالصورة الواحدة، يقصدون أن الأدلة ربما لو عرف مسألة واحدة فقط قد يخفى عليه دليل مسألة أخرى له علاقة بها ويكون محتاجاً إليها، وكم من مسائل تكون في باب النكاح ولا علاقة بالبيع، أو في العبادات ولها علاقة بالنكاح مثلاً، هذا موجود. قال: وقيل هذا شروع في المذهب الثالث، وهو قول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة، وقيل يتجزأ في باب لا في مسألة، يعني نعم، بعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا يتجزأ في الباب، في باب تام بكل مسائله لا في مسألة واحدة، لأن أدلة الباب الواحد يرتبط بعضها ببعض، فلا بد حتى يكون مجتهداً أن يكون محيطاً بها كلها، وإذا كان كذلك فهو مجتهد في الباب، بخلاف المسألة الواحدة فقد يكون في غيرها ما هو دليل عليها كما قلناه آنفا، فلهذا فرقوا بين الباب وبين المسألة، لكن الحقيقة أن الصواب والله أعلم هو المذهب الأول، مذهب أكثر العلماء، وأن الاجتهاد يمكن أن يكون في مسألة أو مسائل محصورة لأمرين: الأول أنه أصلاً لا يصح له الفتوى أو العمل لخاصة النفس أو القضاء أو غير ذلك إلا بعد أن يلم بكل دلائل المسألة، سواء في مظانها أو في غير مظانها، هذا أمر. ولأن
المجتهدين لم يبلغوا درجة الاجتهاد دفعة واحدة. الإنسان يولد مقلدا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم يتعلم شيئا فشيئا، فيتعلم مسائل العلم شيئا فشيئا، فهل يكون فجأة مجتهدا بعد أن كان مقلدا، أو يكون هذا على التدريج؟ يكون على التدريج، والتدريج يتصور بأن يعرف مسألة ثم مسألتين ثم عشرا ثم عشرين، وهكذا إلى أن يكون إماما مجتهدا عارفا بأحكام أبواب الفقه كلها، فحينئذ يتصور هذا. وقد كان ابن عباس يقول لا يفتي في الحج إلا عطاء، يعني عطاء بن أبي رباح من التابعين، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، فدل على أن عطاء مجتهد في باب الحج، وقد لا يكون كذلك في غيره. نعم هو فيما بعد صار عطاء، صار مجتهدا مطلقا، اجتهادا مطلقا، لكن في أول أمره لم يكن كذلك هو ولا غيره من المجتهدين. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجوز التعبد بالاجتهاد، شروع في مسألة جديدة، وهي هل يصح الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فقال: ويجوز التعبد أي العمل بالاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام عقلاً على الأصح، اختاره أكثر أصحابنا وغيرهم، بل هو مذهب أكثر العلماء، لأنه قد ثبت هذا، قد ثبت أنهم اجتهدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأدل شيء على الجواز هو الوقوع. قال: خلافاً لأبي الخطاب. نعم هو قول بعض الحنابلة كأبي الخطاب، وقول بعض الشافعية، وبعض المتكلمين منعوا ذلك، وهو مذهب شاذ كما لا يخفاكم. وفي جوازه شرعاً خلاف، يعني بعد أن اختلفوا في جوازه عقلاً اختلفوا في جوازه شرعاً. قيل يجوز، وهو قول أكثر العلماء، ثم شرع في دليل هؤلاء بقوله: لفعل عمار وخالد، هذا الدليل. وقوله لفعل عمار رضي الله عنه يشير إلى القصة المشهورة، وهو حين خرج عمار رضي الله عنه في سرية فأجنب، أصابته جنابة، فتمرغ في الأرض كما تتمرغ الدابة ثم صلى. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، إلى آخر الحديث، فعلمه صفة التيمم، ولم يقل له لم اجتهدت ولا يجوز لك الاجتهاد وأنا حي، ما قال هذا عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه يسوغ للصحابة الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخالد، يشير يعني فعل خالد رضي الله عنه حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى جذيمة، وكانوا قد أسلموا، لكنهم حديث عهد بإسلام ما يعرفون حتى كلمة أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا، يقصدون يعني تركوا عبادة الأوثان وأسلموا، ما يعرفون من الإسلام شيئا بعد. ففسرها خالد رضي الله عنه بكلمة قريش حين كانوا يقولون صبأ فلان صبأ، يعني أسلم، يعني ارتد عن دين، يعني فسرها بأنهم ارتدوا عن الإسلام، فقتل منهم وأسر. فلما جاء خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، قالها مرتين عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ما يجوز، لكن ما كان يعلم، يعني فعل هذا خالد رضي الله عنه ولا يعلم أنهم أسلموا، فهو معذور رضي الله عنه.
لكن دائما عند المجمل كما تعرفون في قواعد أصول الفقه عند اللفظ المجمل دائما يسأل عنه، ولهذا يقول الأصوليون لا يجوز العمل بالمجمل بعد إلا بعد البيان، فكان يعني الواجب الاستفسار، ماذا تريدون بصبائنا؟ رضي الله عن خالد وعن جميع الصحابة. قال وقيل، هذا شروع في المذهب الثاني، وهو قول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض المعتزلة، قالوا لا يجوز، يعني لا يجوز الاحتجاج بالاجتهاد والعمل به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل المرجع إليه وليس لأحد، يعني هذا كالدليل، كالدليل نقول لهؤلاء، يعني كأنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشريعة، فما يأتي به عليه الصلاة والسلام عن ربه تعالى فهو الشرع حقاً وصدقاً، وحينئذ فما الحاجة إلى الاجتهاد؟ أن يعمل الناس باجتهادهم ويتركوا من يتنزل عليه الوحي، ومعلوم أنه لا اجتهاد مع النص، فإذا لا حاجة للاجتهاد مع وجود النص، وبإمكان الصحابة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي يحوجهم أن يجتهدوا ويتركوا صاحب النص عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذا معنى دليل أصحاب المذهب الثاني. وقيل يجوز بإذنه، هذا المذهب الثالث، وهو قول أيضا لبعض الشافعية وبعض الحنابلة، يعني قالوا بالتفصيل من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد جاز له، ومن لم يأذن له لم يجوز، لا نقول في العبارة الثانية ومن لم يأذن لهم، نقول يعني لا نقول من منعهم من الاجتهاد، وإنما نقول من لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكفي سكوته صلى الله عليه وسلم دليلاً على المنع من الاجتهاد، فلا يستثنى من هذا إلا من أذن له بالاجتهاد فيجوز له ولا يجوز لغيره، هذا معنى المذهب الثالث. وقيل، هذا شروع في المذهب الرابع، وقيل يجوز لمن بعد، أصحاب المذهب الرابع أيضاً فصلوا لكن تفصيلاً آخر غير تفصيل أصحاب المذهب الثالث، وهو أن ينظر إلى الصحابي، موقع الصحابي أين مكانه الذي يعيش به، إن كان في المدينة لم يجوز له، وإن كان خارج المدينة جاز له الاجتهاد. طيب لما؟ قالوا لقصة معاذ رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما تصنع إذا عرض لك أمر، فقال أنظر في كتاب الله، قال فإن لم تجد، قال ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر في بذل الوسع لاستخراج الحكم، أو كما ورد إذا قلنا بصحة الحديث، فدل على أنه يجوز لمن هو في حال معاذ رضي الله عنه، لأن معاذاً إنما قال هذا لما أراد الخروج إلى اليمن، فكذلك كل من خرج يجوز له الاجتهاد لا من كان في المدينة، والسبب التفريق أن من كان في المدينة لا يحتاج إلى الاجتهاد، فإن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام حي بين ظهرانيهم وبإمكانهم سؤاله، والاجتهاد إنما يشرع عند الحاجة، وأما الذي في خارج المدينة فإنه محتاج إلى الاجتهاد لعدم إمكانه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لبعد المسافة عليه الصلاة والسلام. وهذا الخلاف لا ثمرة له في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولو جوز لهم الاجتهاد فإنه لا يقرهم على اجتهاد خاطئ، بمعنى أنه إن كان اجتهاد الصحابي صواباً صوبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان خطأً صوب له خطأه،
وحينئذ فما الثمرة بعد ذلك؟ لا توجد ثمرة، لأن العمل حينئذ لن يكون بالحجية، لن تكون في اجتهاد الصحابي، وإنما تكون في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار نوع من أنواع السنة، فيعود الحجية، تعود الحجية إلى النص لا إلى اجتهاد الصحابي. قال رحمه الله: ويجوز اجتهاده عليه السلام في أمر الشرع عقلا على الأصح، اختاره الأكثر من أصحابنا وغيرهم، وفي جوازه ووقوعه شرعا خلاف أكثر أصحابنا وغيرهم على الجواز والوقوع، لقوله عليه السلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ولعل بعضكم، لعل بعضكم أن يكون بعضكم بفتح الباء، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فدل أن أفعاله كان يقع بعضها بالاجتهاد. ومنع ذلك أبو حفص العكبري وابن حامد، لأن الاجتهاد قد يخطئ ويصيب، لأن الاجتهاد لأن الاجتهاد قد يخطئ ويصيب، نفس الاجتهاد، نعم، الفعل نفسه، لأن الاجتهاد قد يخطئ ويصيب، وهو عليه السلام يمكنه معرفة الحكم بالوحي فلا حاجة إلى الاجتهاد، ولأنه عليه السلام سئل كثيرا فلبث حتى جاءه الوحي، كما سئل عن الطيب يوم الجعرانة، وكما سأله اليهودي عن الروح، وكقضية قذف عائشة، وجوز القاضي اجتهاده في أمر الحرب فقط، لكن الحق أن اجتهاده عليه السلام لا يخطئ. قلت قد يخطئ، لأنه عليه السلام قال لذي اليدين عن اجتهاد منه: لم أنس ولم تقصر، وكان قد نسي، وقال: إنما أنا بشر مثلكم. وقوله عليه السلام: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، يدل على أن اجتهاده قد يخطئ. أحسنت. قوله رحمه الله: ويجوز اجتهاده عليه الصلاة والسلام في أمر الشرع، هذا شروع في مسألة جديدة. هل يجوز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز له، لأنه يمكنه أن يعرف الأحكام بواسطة الوحي؟ مسألة وقع فيها نزاع بين العلماء، فقال: ويجوز اجتهاده عليه الصلاة والسلام في أمر الشرع عقلا على الأصح، اختاره الأكثر من أصحابنا، واختاره أكثر العلماء خلافا لبعض الشافعية وبعض المعتزلة، هم عادتهم يذكرون عقلا قبل شرعا تقليدا للمصادر التي قبلهم، وإلا في الحقيقة أنه لا حاجة إليها. والدليل الذي يكررونه دائما في الجواز العقلي أنه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته ولا لغيره، فيستصحبون هذه القاعدة، يستصحبها كل من يجوز المسألة عقلا، فحينئذ لا حاجة أن نقف عندها كثيرا، والمهم هو تجويزه شرعا. نعم، هو مذهب الأكثرين أنه يجوز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم عقلا وشرعا، بل هو واقع شرعا، كما في قوله طبعا في أول المسألة في أمر الشرع، ويجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الشرع، هو كالاحتراز عن اجتهاده في أمور الدنيا، لأنها جائزة بلا خلاف، اجتهاده في أمور الدنيا هو عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر، في أمور الدنيا هو كغيره من البشر، فلهذا يحب أشياء ويكره أشياء، فإنه مثلا لا يأكل الضب، ليس كذلك كما ورد في الحديث، تعافه نفسه، ويحب الطيب والحلوى والعسل كما ورد في الأخبار، فهو إذن كبقية البشر قد يجتهد في أمور الدنيا، وحينئذ قد يصيب وقد يخطئ. ففي اختيار الموقع لمعركة بدر، قال له الحباب: ماذا؟ إن هذا ليس بموقع، إن هذا ليس بمنزل، يعني ما يصلح هذا للحرب، ثم دله على المكان الذي يصلح أن يكون للقتال،
فاجتهد وأخطأ عليه الصلاة والسلام. وكذلك في أسرى بدر أخذ برأي أبي بكر رضي الله عنه أن يفتدي المشركي قريش، ولم يأخذ بأمر عمر برأي عمر أن يقتلوا. ثم جاء الوحي وسدده وصوبه، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وفي تأبير النخل رأى أن لا تؤبر ففسد عليه نخله، فهو اجتهاد في أمور الدنيا، فلا يضره عليه الصلاة والسلام أن يخطئ في هذه الأمور، لأنه كسائر البشر، بل هذا دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: وفي جوازه ووقوعه شرعا خلاف، أكثر أصحابنا وغيرهم على الجواز والوقوع. ولا شك أن الوقوع هو دليل الجواز، أدل شيء على الجواز هو الوقوع، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. إذا تخاصم اثنان على شيء من أمور الدنيا، مثلاً أرض أو سقيا أو غير ذلك، فقد يكون بعضهم ألحن بحجته، يعني أقدر على، أي أقدر على إظهار دعواه، يعني أتاه الله بياناً فيستطيع أن يبين عن حجته، والآخر لا يكون كذلك. قال: فأقضي له، يعني على نحو ما سمع منه. قال: فدل أن أفعاله كان يقع بعضها بالاجتهاد عليه الصلاة والسلام. ومنع ذلك أبو حفص العكبري، وأبو حفص هذا يختلفون فيه، فمرة يقولون هو عمر بن إبراهيم المتوفى سنة 387، وبعضهم يقول إنه عمر بن محمد بن رجاء المتوفى سنة 337 هجرية، وابن حامد الحسن بن حامد أبو عبد الله الوراق البغدادي المتوفى سنة 403 هجرية، وهو أيضا قول أكثر المتكلمين، وقول أيضا لبعض الشافعية، هذا المذهب الثاني، وهو منع اجتهاده صلى الله عليه وسلم شرعا. ما دليلهم؟ قالوا: لأن الاجتهاد قد يخطئ ويصيب، وهو عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يعرف الأحكام بالوحي، فأي حاجة إلى الاجتهاد؟ ولأن الاجتهاد ظني، يفيد الحكم ظناً، والوحي يفيد الحكم قطعاً، فما الذي يحوجه أن يترك القطع ويلجأ إلى الظن؟ هكذا استدل أصحاب المذهب الثاني. ودليلهم الثاني قالوا: ولأنه عليه الصلاة والسلام سئل كثيراً، يعني في مواطن عدة، فلبث حتى جاءه الوحي، فلو كان يجوز له الاجتهاد ما توقف وانتظر الوحي، كان اجتهد مباشرة بما أنه يجوز له. كما سئل عن الطيب يوم الجعرانة بكسر الجيم، الموضع المعروف شمال شرق مكة الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرته الثالثة، لما سأله أحد الصحابة رضي الله عنهم عن، وقد جاء في جبة وهي نوع من الثياب تلبس فوق الثياب، وعليه خلوق أو صفرة طيب يعني، فلم يجبه مباشرة، بل انتظر إلى أن نزل عليه الوحي، ثم قال له: اخلع الجبة واغسل الصفرة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فما أفتاه إلا بعد أن نزل الوحي ولم يجتهد. قال: وكما سأله اليهودي، الهمزة توضع على الألف وليس على نبرة، أصلح الخطأ في المطبوع، وكما سأله اليهودي عن الروح فلم يجتهد، بل انتظر الوحي فنزل عليه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قال: وكقضية هي قضية تلتبس في كتب الأصول في المخطوطات بقصة، قضية وقصة من حيث رسم الكلمة متشابهة، والأقرب الله أعلم أنها قصة، وكقصة قذف عائشة، على أن كلمة قضية صحيحة أيضا من حيث المعنى، والمقصود واضح، أن في قصة عائشة رضي الله عنها حين اتهمت
انتظر الوحي عليه الصلاة والسلام ولم يجتهد، فلو كان يسوغ له الاجتهاد لاجتهد، سواء في شأنها هي رضي الله عنها أو في شأن قاذفيها. قال: وجوز القاضي، هذا شروع في المذهب الثالث، وهو مذهب مفصل بعد إطلاق المذهبين السابقين. وجوز القاضي أبو يعلى وبعض المعتزلة جوزوا اجتهاده في أمر الحرب، فقط يعني دون الأمور الشرعية الأخرى، وكأنهم يستدلون بأنه عليه الصلاة والسلام يعني لما نظروا في الحوادث وصبروا الوقائع وجدوها أنها في اجتهد في شأن الحرب، كما قلنا في اختيار موقع معركة بدر وفي أسرى بدر، وأيضا في الإذن لبعض المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ونحو ذلك من الوقائع دون غيرها. ثم قال: لكن الحق أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام لا يخطئ. هذا إشارة إلى قول بعد هذه الأقوال، كأنه يقول: وبعض من جوز الاجتهاد في حقه صلى الله عليه وسلم قالوا، يعني من تتمة مذهبهم أنهم قالوا: ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في اجتهاده، يعني تعظيماً لمقام النبوة وصياناً لمنزلة الرسالة، فقالوا بهذا القول، فهو قول لبعض من جوز، بعض من جوز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم قالوا: وإن اجتهد فلن يخطئ، هكذا قالوا. ثم قال: قلت قد يخطئ. وهذا الذي قاله المصنف ليس اختياراً له فقط، بل هو قول أكثر العلماء، يعني أكثر أصحاب المذهب الأول قالوا إنه صلى الله عليه وسلم قد يصيب في اجتهاده وقد يخطئ، إلا أن الوحي لا يقره على خطأ في اجتهاده إذا كان في الأحكام الشرعية، أما في الأمور الدنيوية فقد يترك، كما في تأبير النخل ترك، لم يصوبه الوحي، لكن في أمور الشرع لأنه مبلغ عن الله فإن الوحي لا يقره على اجتهاد خاطئ. أما هو في نفسه في فعله صلى الله عليه وسلم قد يجتهد ويصيب وقد يجتهد ويخطئ، وهذا من أمارات النبوة، من أمارات النبوة. قلت قد يخطئ لأنه عليه الصلاة والسلام قال لذي اليدين عن اجتهاد منه: لم أنس ولم تقصر، وكان قد نسي حين صلى الرباعية اثنتين، فقال له ذو اليدين رضي الله عنه: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر، مع أنه قد نسي، يعني هكذا يقول هو. والدليل هذا شبه استئناس، شبه استئناس يدل على أنه قد يخطئ عليه الصلاة والسلام في الحكم على الأشياء. وقال: إنما أنا بشر مثلكم. وكان ينبغي للمصنف رحمه الله أن يأتي ببقية الحديث حتى يميز بينه وبين الذي يليه، لأنهما حديثان اثنان. فالحديث هذا حين صلى بهم الرباعية خمس ركعات، ثم قال بعد ذلك: إنما أنا بشر مثلكم، أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق بشيء من حق أخي فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المصنف بعد ذلك: يدل على أن اجتهاده قد يخطئ. نعم، يدل دلالة صريحة واضحة على أنه عليه الصلاة والسلام قد يخطئ في اجتهاده. وتصويب الوحي له في الآيات القرآنية، آيات عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، من خير الشواهد على خطئه عليه الصلاة والسلام في الاجتهاد أحيانا. نعم، تفضل.
تفضل، عندك سؤال؟ نعم نعم، بعدم ما أسمع تخطئة. نعم، كما قلنا هو قول شاذ، يعني قاله بعض من جوز الاجتهاد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هم بعض الشافعية وكذلك بعض الحنابلة. لكن كما قلنا أن قول الأكثرين هو أنه يخطئ عليه الصلاة والسلام ويصيب في اجتهاده. نعم، تفضل شيخ. قال رحمه الله: والإجماع منعقد على أن المصيب من المجتهدين في العقليات واحد، وأن النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر اجتهد أو لم يجتهد. والمسألة الظنية كالوضوء من مس الذكر، الحق فيها عند الله واحد وعليه دليل، فمن أصابه فهو مصيب، وإلا فهو مخطئ مثاب على اجتهاده على الأصح، اختاره أكثر أصحابنا وغيرهم لقوله عليه السلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فحكم عليه بالخطأ مع حصول الأجر، وقيل كل مجتهد مصيب. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: والإجماع منعقد إلى آخره، شروع في مسألة جديدة وهي مسألة التصويب والتخطئة في مسائل الاجتهاد، المسألة المشهورة في كتب الأصول. فقال: الإجماع منعقد على أن المصيب من المجتهدين في العقليات واحد، يعني في الأمور العقلية هي ما تقبل الخلاف أصلا، هكذا يقول. يعني مثل حدوث العالم أو قدم العالم، فلا يمكن إلا أن يكون المصيب واحدا، وليس كل مجتهد مصيبا فيها. فإن عامة العلماء ذهبوا إلى أن العالم محدث، وذهب الفلاسفة وهو لازم كلام المعتزلة أن العالم قديم. قال: وأن النافي ملة الإسلام مخطئ كافر آثم اجتهد أو لم يجتهد، يعني واجمع أيضا على أن الذي ينفي ملة الإسلام، يعني ينفي صحة الإسلام، أنه كافر مخطئ وآثم بهذا، سواء اجتهد ونظر في الأدلة أو قالها تقليدا. وحكى الإمام النووي رحمه الله أن مسائل أصول الدين كرؤية الله يوم القيامة ونحو ذلك أيضا أن المصيب فيها واحد، وفي بعض هذه المسائل التي ذكرناها السابقة وقع نزاع شاذ من بعض المعتزلة في الصور الثلاث، والله أعلم. قال: والمسألة الظنية كالوضوء من مس الذكر، الحق فيها عند الله واحد وعليه دليل. هذا شروع في صورة المسألة، يعني من هنا تبدأ صورة المسألة، وما قبلها هو كتحرير محل النزاع. ويقول: المسألة الظنية، يعني المسألة الشرعية الظنية، الحق فيها واحد عند الله وعليها دليل، يجعل الله عليها دليلا. وقوله الظنية احتراز عن القطعية، أي المسألة التي فيها نص قاطع، فإن المصيب فيها واحد بالإجماع. وإنما الخلاف في المسألة الظنية، ومثل لها أن مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا، فإنها مسألة محتملة ظنية. قال: الحق فيها عند الله واحد وعليه دليل، فمن أصابه فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ، لكنه يثاب على اجتهاده على الأصح، وهذا قول أكثر العلماء، أكثر كما قال هنا أكثر الأصحاب، بل هو أيضا قول أكثر العلماء أن المجتهد، أن المصيب في مسائل الاجتهاد الظنية واحد، وهو من أصاب الحق الذي عند الله، ومن أخطأه فهو مخطئ. ثم هذا المصيب يؤجر أجرين: أجر على اجتهاده، وأجر على إصابته الحق. وأما المخطئ فهو يؤجر أجرا
واحداً على اجتهاده وعلى نيته وقصده، نيته الصالحة يؤجر عليها. وهذا من رحمة الله وكمال عدله سبحانه. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. والحديث نص صريح في محل النزاع، وفي بقية ألفاظ الحديث ما يدل على أن المصيب له أجران. قال: فحكم عليه بالخطأ مع حصول الأجر، يعني هذا وجه الدلالة أنه سماه مخطئاً وسمى غيره مصيباً. وهذا معنى المسألة، أن المصيب واحد والبقية مخطئون. ثم قال: وقيل كل مجتهد مصيب، وهذا مذهب أكثر المتكلمين، وهو أيضاً اختيار بعض المالكية وبعض الشافعية وكثير من متأخري الحنفية. لكن يحمل قول هؤلاء الفقهاء الذين قالوا كل مجتهد مصيب، يحمل على قصدهم أنهم أصابوا بالاجتهاد في المسألة الخلافية، لأن هذا هو الواجب في حق المجتهدين، أن يجتهدوا في مسائل الخلاف ليعرفوا ما هو راجح وما هو مرجوح، فيعملوا بالراجح ويتركوا المرجوح. فسلوكهم طريق الاجتهاد أصابوا فيه، وحينئذ يصدق على ما ذكرناه أن كل مجتهد مصيب، يعني بسلوكه طريق الاجتهاد حين عمل باجتهاده، يعني حين اجتهد وحين عمل باجتهاده. لكن الحقيقة كما قلنا أن المقصود بالمسألة التي وقع فيها نزاع مع المتكلمين هي أنه كل مجتهد مصيب، يعني أنه أصاب الحق الذي عند الله، والخلاف فيه مع المعتزلة فقط وليس مع الفقهاء. الفقهاء ما يقولون كل مجتهد مصيب بالمعنى الذي ذكر في المذهب الأول، إنما الذي خالفهم أكثر المتكلمين. وعلى كل فهي ثمرة الخلاف لهذه المسألة، يعني الصحيح أنه لا ثمرة لها لما قلناه في تأويل أصحاب المذهب الثاني من الفقهاء، أن المراد بتصويب كل المجتهدين يعني في عملهم وسعيهم ونيتهم الصالحة أن يصلوا إلى الحق، فهم لا شك مصيبون. أما الحق الذي عند الله عين الحكم نفسه فهو لا شك واحد، ولا يمكن أن يكون حكم الله في المسألة الواحدة الحل والحرمة معا، لا يمكن هذا، ولا الوجوب وعدم الوجوب معا، لا يمكن أن يكون هذا حكم الحكيم سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر.